مع بعض الحقيقة تقرير حول نؤكد تاني على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وافتتاح معرض القاهرة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أيضا برعاية وزارة الداخلية. نشاهد. مع بدء العام الدراسي الجديد أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد لتوفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بكافة أنحاء الجمهورية. احنا تفاعلنا مع مبادرة السيد الرئيس وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، وعملنا معرضين مع مديرية أمن القاهرة لرفع المعاناة عن الشعب المصري. عملنا خصومات توصل من 30 ل 50%. بصراحه النهارده المعرض يعني انا فوجئت بيه، بقى اسعاره اقل بحوالي 30% من بره، وبعدين يعني في يعني شامل حاجات كتير للمدرسه، تقريبا كل احتياجات المدرسه موجوده فيه، اسعاره احسن من بره كتير، تعتبر اقل من الاسعار اللي بره 30%، ويعني في متناولنا احسن من الشارع بره كمان، لان الاسعار بره تحت اوفر جدا. فلمده شهر تطلق وزاره الداخليه المبادره بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزاره ومديريات الامن من خلال منافذ ثابته ومتحركه للاماكن الاكثر احتياجا، وتوفير المستلزمات باسعار مخفضه عن مثيلتها في الاسواق على مستوى الجمهوريه. احنا موجودين في مكان يعتبر هو يعتبر الاساس بتاع تجاره الادوات المدرسيه، منطقة الفجالة، كلكم طبعا عارفين وكل المواطنين عارفين ان منطقة الفجالة هي المنطقة اللي فيها اغلبية المحلات اللي بتقوم بالاتجار في الادوات المدرسية. احنا عملنا المعرض ده في ميدان رمسيس عشان كمان نضمن والمواطن يطمن، هيشوف الاسعار موجودة هناك قد ايه ويحس بالفرق اللي موجود والتخفيض اللي موجود هنا قد ايه. التخفيضات لا تقل عن 30%، وفي بعض الاصناف التخفيضات وصلت ل 50%، والمبادرة مستمرة لمدة شهر، واحنا بندعو كل اخواننا وكل اهالينا المصريين اللي محتاجين مستلزمات لاولادهم للمدارس يتفضلوا يتفرجوا عندنا على المعرض هنا ويجيبوا حاجاتهم، وان شاء الله هيكونوا مبسوطين وسعداء، لان فعلا هيحسوا بالفرق بين الاسعار اللي موجوده هنا والاسعار اللي موجوده بره. قامت قطاع امن القاهره بافتتاح معرضين للمستلزمات والادوات المدرسيه بمناسبه حلول ودخول المدارس في شهر 9 الحجاري، وبتخفيضات قد تصل الى من 30 الى 50%. المبادره دي ناجحه بنسبه 100%. احنا عملنا مع مديريه امن القاهره شادرين، وادي معرض مع مباحث التموين، والناس المبادره عليها اقبال رهيب، يعني الاسعار عاجبه المواطنين، وان شاء الله هتفضل مستمره الاسعار دي لمده شهر. انا رحت الفجاله شايفه اسعار عاليه جوه في المكاتب، جوه الاسعار اغلى من هنا. الاسعار حلوه جدا، فيها فرق 9 جنيه عن الدسته بره. من اجل رفع الاعباء عن كاهل اولياء الامور تفعل وزاره الداخليه هذه المبادرات من اجل مواجهه جشع التجار وغلاء الاسعار، وبهدف بناء جذور الثقه بين الجمهور ووزاره الداخليه. سيد موسى، نهايه.